زي ما قلت لك يا صفحه، حقك هيرجع لك. انا مش هبله، الكلام ده ما يخشش العقل يا سي صفحه. مش مصدقاني؟ هكدب عليك ليه؟ صدقيني يا صفحه، ابويا ضميره رجع له وعايز يرجع للناس حقوقها. مش مصدقاني؟ اسالي بيومي. انا ماليش دعوه بحد، اسال بيومي ليه؟ هاني انا مالي؟ انا كل اللي عاوزاه حاجه واحده، انا عايزه العقد بتاع الطاحونه والارض اللي انتوا مضيتوني عليه. طيب حاضر، بس لما نتفاهم مع بابا على التفاصيل. تفاصيل ايه ده يا اخوي؟ بابا عامل خطه ازاي يرجع الديون اللي عليه او الحقوق اللي عليه، وبعدين هو مديون لناس كتير. ايه ده؟ انت هتشحت عليا؟ انا مالي انا مديون ولا مش مديون؟ انا ماليش دعوه، انا مش عايزه غير حاجه واحده، انا عايزه طاحونتي يا استاذ. في ايه؟ يا صبحه مش كده، اهدي شويه. ما سي صفوت قال لك هيرجع لنا حقنا. النحنوحي، اهدي شويه على سي صفوت. بقول لك ايه يا بت، احنا مش عاوزين يتلعب بينا اكتر من كده، كفايه علينا السنين الطويله اللي احنا بنطالب فيها بحقنا ومش عارفين ناخده كمان. حقك هيرجع لك يا صبحه وانا متاكد. ولما انت متاكد قوي كده يا اخوي، ليه سامي به سياده النايب ما جاش بنفسه يقول لي يعني الكلام ده؟ عايزه سامي يجي هنا؟ معقوله؟ ما انت عارفه سامي، وبعدين سامي مراته شديده عليه وبتغير عليه، ما يقدرش يجي هنا. وبعدين ما يلاش نقلب بقى في الماضي، اللي انت عايزاها تاخديها صبحه. والنبي يا سي صفوت، انت طيب وابن حلال. يا نحنوح يا مجرساني يا بت، انت منك لله، وهو ده بقى اللي مخوفني. ايه اللي مخوفك بس؟ يعني اشمعنى انت بالذات اللي رايح جاي علينا كده واخداك الشهامه واي حاجه عايز تجني عشان تبلغني؟ عشان انا وعدتك ان انا احل لك مشكلتك. بص بقى يا سي صفوت، انت ما تنطلناش هنا تاني في الطاحونه دي. ان نطيت هنا انا هكسر رجلك، ولما تحب تنط تيجي في حاله واحده بس، تجيب معاك العقد اللي انا ماضي عليه بتاع الطاحونه والارض، مفهوم؟ حاضر. زق عجلك يلا. اللي انت عايزاه. اتكل. انا ماشي. ايه ده؟ اتكل. ليه كده بس يا صبح؟ بيت انت خلاص خنقتني من ساعه ما حطيتي سكسجين في شعرك وبقيتي شبه شاديه كده، وانت فاكره المدهول ده كمال الشناوي. فوقي فوقي يا بيت، انا مش عايزاكي تتكلي بالنار الكويت دي، ده انت اختي وماليش غير. مش هتشرب الشربات يا زقزوقي؟ ايه عقبال شربات انا وانت يا بيت يا بهي. انت اتجننت يا واد ولا ايه؟ اتجننت ليه؟ الحاجه اللي كانت منعانا خلاص راحت. وايه بقى اللي كان مانعك؟ فقري. ايوه فقري، ما كنتش قادر اتجرأ كده واخش لابوكي واقول له انا جاي طالب ايد بنتك يا عم. ايه 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 ايه؟ ومين قال لك بقى ان انا كنت هوافق انا ولا ابويا؟ ايه يا بنت، انت مش بتقولي ان كامل بيه هيدي كل الناس حقوقها؟ ايوه هو قال لابويا كده. خلاص بالشكل ده هاخد حقي. هاخد حقي، اصل انت ما تعرفيش كامل بيه بيحبني قد ايه. بس ليه يابا كامل؟ ضميرك كان فين لما سبتني اتبهدل كده بين اللي يسوى واللي ما يسواش؟ الحمد لله على السلامة يا باشمهندس، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. اتفضل. بقول ليه؟ أنا رحت للفراش والحانوتي قلت لهم يأجلوا الطلبية شوية. بقول لك إيه؟ ما تبلش دماغي، أنا جاي من السفر تعبان. تحت أمرك يا باشمهندس، تحت أمرك، تحت أمرك يا باشمهندس. إيه يا بيه؟ إيه يا بيه بتضحك على إيه؟ بضحك على شكلك اللي كان عامل زي الفرا قدام الباشمهندس. ما شفتيش شكلك انت وانت عامله زي القطه وانت واقفه جنب مرات الباشمهندس؟ شكلك كده نجحت في مهمتك. انت عارفه جوزك؟ انا كنت عارفه جوزي. يعني في حد ضايقك؟ بابا زعلك ولا حاجه؟ لا ما تخافش، الهدوء يسود المنزل لغايه ابوك ما فجر القنبله. قنبله؟ المهم رشا فين؟ قنبله ايه؟ مش ابوك ضميره صحي وبيعذبه وعايز يرجع الحق لاصحابه ويرفع الظلم على كل واحد ظلمه؟ ايه ده؟ معقولة؟ ايه ده؟ خالو منير. اهلا يا رشا. اهلا اهلا. ازيك يا خالو؟ اهلا يا حبيبتي. ازيك يا رشا؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. جبت لك شنطة هدومك، وجيهان صاحبتك بتسلم عليكي قوي. تعبتك معايا قوي يا خالو. تعبتي؟ ده انت هتنورينا هنا يا حبيبتي. يا رب يخليك يا رب. انا كمان حاسة بسعادة، الدنيا بتتفتح قدام عينيا.
حاسه كده بسعاده وحب وخير بيملوا كل القلوب وخلاني حبايبي كلهم حواليا. طبعا حواليك. مساء النور. هو ده بيت كامل بيه زعزوع؟ ايوه يا استهان. طيب صفوت بيه موجود؟ هو حضرتك عايزه كامل بيه ولا عايزه صفوت بيه؟ عايزه صفوت بيه. مش موجود يا استهان. بس انا متاكده انه موجود. مش موجود يا استهان يعني انا هكذب عليكي؟ اكيد بتكذبي، انا متاكده انه صفوت هنا، روحي اندهيله. مش موجود يا استهان مخارك. راح فين؟ وانا ايش عرفني راح فين؟ هم ما بيخرجوا بيقولوا لي رايحين فين؟ باين عليكي خدامه مكاره. انا مش خدامه يا استهان، انا بنت بيومي نظر العزبه. انت هتحكي لي قصه حياتك؟ اكيد حضرتك بنته. لا بنته زي الست راشا. بنته ايه يا مغفله انت؟ انا بقى مراته. لا ده لا يمكن يحصل ابدا، دي مراته ماتت من زمان قوي ومن يوميها وهو رقد في السرير. لا يمكن يحصل. لا مين ده اللي رقد في السرير انت يا عبيطه؟ هيكون مين يعني؟ كامل بيه ابو صفوت بيه. المراته قال. انت فعلا مغفله، انا قصدي مرات صفوت بيه. مرات صفوت بيه؟ ايوه. مش مصدقاني ولا ايه؟ لا طبعا مصدقاكي يا استهانم، اصل هو ما قالناش. اديني قلتلك، روحي بقى اديله خبر. حاضر اتفضلي. اتمخطرية اتزغرت على ايدي. في ايه؟ ايه دي؟ مين دي؟ دي مراتي صفوت. مرات صفوت؟ غريبة، صفوت عمره ما قال لنا انه متجوز. مالكم مندهشين ليه؟ انا ماليش ذنب انه صفوت ما قالكوش انه متجوز. مرات صفوت اخويا حبيبي. يا اهلا يا هاني، اتفضلي حضرتك. انا منير اخوه. اتفضلي يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. انا اسمي ريهام عبد الحميد. اهلا يا ريهام هانم، نورتي البلد كلها. انا حبيت اجي لصفوت وفاجئه. فعلا هتبقى مفاجاه عظيمه جدا. بس ليه صفوت ما قالناش انه متجوز؟ اسالها. يمكن عشان مختلفين ومتفقين على الطلاق. طلاق؟ اعوذ بالله اعوذ بالله، هروح اجيب الشربات. هو في اسباب كتير وللاسف انا بتحمل الجزء الاكبر من الاسباب دي. يا سلام، دي شجاعة من سيادتك انك تعترف. يعني انا بحب صفوت وصفوت بيحبني وما نقدرش نستغنى عن بعض. ده شعور جميل قوي منك. عشان كده جيت لحد هنا، ودي فرصة اني اتعرفت عليكو عشان صفوت ما كلمنيش عنكم. ودي فرصة ليا اني اعرفك على كل اعضاء عائلة صفوت. مين؟ انا بهاي. ايوه بهاي. الف سلامه عليك يا سيد الرجال. قلت ايه اللي دي؟ 1,495,000 مره. ما هو من فرحتي قلت اقول لك الف حمد لله على سلامتك يا سعاده البيت. طب بس ما تفرحيش اكتر من كده بقى، لحسن بعدين تخسي وتبقي جد على عظم وما تبقيش ملظلظه. فداك يا سيد الرجال. خلينا بقى في المهم، انت دخلتي عاوزه ايه؟ قلت اقول لك. تقولي لي ايه؟ مراتي صفوت بيه وصلت. هو صفوت متجوز؟